جاء جماعة للمسجد لصلاة الجمعة فلم يجد الإمام لأنه قرر تأخير الصلاة ما يقارب الساعتين، فصلوا صلاة الظهر جماعة، هل تسقط عنهم صلاة الجمعة؟ نسأل الله أن يغفر لهم، لكنهم ضعفاء في الفقه، كان أحدهم يخطب لهم ولو بكلمة يسيرة ويصلي ركعتين، لكن أما وقد تأولوا أن الإمام لن يأتي، فنرجو الله أن يغفر لنا ولهم.